أعلنت لجنة الصالات في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم نتائج مقررات مؤتمرها الفني للأندية الثمانية المتأهلة إلى مرحلة النهائيات من الدوري. وقال المنسق الإعلامي للجنة عدي صبار أن المقررات تضمنت تحديد يوم 25 من شهر حزيران القادم موعدا لانطلاق مرحلة النهائيات مع تقسيم الفرق المتأهلة إلى مجموعتين، مضيفا أنه بناء على طلب أغلب الأندية المتأهلة تم تحديد السليمانية أولا ومن ثم أربيل لإقامة البطولة، والاختيار سيحدده الاتحاد إذ لم يتم الترتيب للخيارات أولا وثانيا. وبين صبار أنه تم الاتفاق على مشاركة الفريق صاحب المركز الأول في بطولة أبطال الدوري الآسيوية، والثاني في بطولة كأس العرب، والثالث في بطولة غرب آسيا للأندية، والرابع لبطولة الخليج للأندية.